عن تصريحات لوكاكو. هل تعتقد أن لوكاكو الآن فتح باب عداء يصعب إغلاقه ليس فقط مع المدرب بالنسبة لتوخيل أم هو خيار الإدارة؟ فهناك لهذا بعض المرات تلقى لماذا لا يجد دلته السترايكر أو اللاعب داخل النمط أو داخل طريقة اللعب، وهذا ما أثر عليه سلبا وهذا ما استنتجناه ككرويا داخل منظومة توخيل. ولكن للأمانة فقط فدائما الإدارة تعرف من هو المسؤول ومن هو المسؤول عن النتائج، فهو المدرب مرة يخيب ومرة يصيب، وهو الذي يجب أن تحضنه وأن تعينه في اتخاذ القرارات سواء سلبا أو إيجابا، لأن هو المسؤول على قراراته. فإذا لا نعطيه لبعض اللاعبين ولو ما خطئين هذا مش هي الحقيقة. سيفقد المدرب البوصلة. دائما هو القيمة هو المسؤول. صحيح. طيب يبقى لاعب مع داخل المجموعة الذي يلجم إلى، هناك قانون داخلي يجب تتبعه واحترامه تحت ظلة المدرب اللي هو المسؤول الأول والأخير على كل ما هو فني. طيب نعود إلى نتحدث عن فترة يعني ربما ليست من كانوا بارزين في أندية أخرى والآن متراجعون مع تشيلسي. زياش كان مع الأياكس نجم الآن لا. فيرنر قبله في ألمانيا الآن لا مع الإصابات وتراجع المستوى، على تغيير أسلوب لعبه أو طريقته سواء في الملعب أو في التعامل مع اللاعبين من أجل أن يحتوي هذه المجموعة الكبيرة من النجوم. بكل صراحة وبعض المرات نرى أن وصول المدرب مثلا نتكلم على كل هؤلاء جاءوا في فترة لامبارد. هذا هو اللي بغيت نوصل لك، لأن كانوا مع مدرب آخر مع ستايل آخر مع طريقة لعب آخر، وهذا بعض المرات أخطاء التي تقع دائما مع بعض الفرق كما توقع اللاعبين قبل ما توقع المدرب، وعندما يأتي المدرب فاللاعبين الموجود أو الكوكب رغم هناك أسماء ولكن لا يتلائم مع طريقة المدرب، وهذا هو سبب بعض المرات هذه الخربطة التي نقول اللاعب كبير لاعب ممتاز ولكن لا يجد مكانه داخل المنظومة. إذا من هو المظلوم؟ هل هناك المدرب كما قلت لك مسؤول ويثق في اللاعبين الذين يدخلون داخل المنظومة دي. وكثير من اللاعبين هم ضحية نمط أو ستايل المدربين. نعم. قبل الختام اليوم توماس توخيل النتائج معه إلى حد كبير وبطل أوروبا، كما دائما نقول فهناك سياسة هناك خريطة طريق. يمكن لوكاكو هل التوقيع والتعاقد مع لوكاكو، هل توخيل من أراد لوكاكو أم توخيل كان يبحث على مهاجم آخر الإدارة؟ إذن هل هناك اختلاف بين هل لوكاكو هو الخيار كان الأول بالنسبة لتوخيل أم هو خيار الإدارة؟ فهناك لهذا بعض المرات تلقى لماذا لا يجد دلته السترايكر أو اللاعب داخل النمط أو داخل طريقة اللعب، وهذا ما أثر عليه سلبا وهذا ما استنتجناه ككرويا داخل منظومة توخيل. ولكن للأمانة فقط فدائما الإدارة تعرف من هو المسؤول ومن هو المسؤول عن النتائج، فهو المدرب مرة يخيب ومرة يصيب. سجل 5 أهداف وساهم بتمريرة حاسمة، لعب في دوري الأبطال 4 مباريات سجل 2 وساهم بتمريرة حاسمة. هل تعتقد أنه عدم النجاح أو عدم يصبح هو النجم الأكبر في تشيلسي جعله ربما يخرج بهذا التصريح غير ناضج إذا صح التعبير، لأنه مع إنتر سجل 24 هدف؟ نجعل الموضوع في حالة نفسية في لحظة معينة يمكن، لأن أنت تتعرض لي كان في الإنتر كان هو ملك نقول له المنطقة ديال 18، كان الكل في الكل، نمط وطريقة اللعب تناسبت مع لوكاكو وأعطى كل ما في جعبته وأمتع وأقنع وأبدع أيضا في المنظومة. من يخرج الآن ويرجع له الحنين إلى الإنتر فحس أحس وهذا
أنا معك متفق معك 100% بأن لم يجد ضلته في مع تشيلسي. ولكن الغريب في الأمر نعرفه بأن هناك كانت عنده إصابة، كان كوفيد، بدأت يسترجع بعض اللياقة أيضا البدنية، والدليل على أنه بدأ يدخل في المقابلات وبدأ يسجل. مسجل هدفين. هذا هو البيت خاسم. إذا التصريح والخروج الإعلامي هدم ما بناه في هذه التصريحات. أرقام تتكلم عليهم، إذا قارنا مع الانتر فبعيد كل البعد، لأننا نعرف دائما بعض اللاعبين، مارادونا كان في برشلونة ولكن من جاء نابولي فكان لاعب آخر، لاودروب كان في إيطاليا ومن جاء إسبانيا فلاعب آخر، فتغيير من مكان إلى مكان أو من دولة إلى دولة أو من فكر مدرب إلى آخر فهذا يتغير، إما أن يؤثر سلبا أو إيجابا. أما لوكاكو لا نختلف عليه، قيمة لاعب المؤثر، المهاجم الصريح، دبابة، كلمة تتكلم على نفسها، فهو لا صراحة مؤثر في أي منظومة، فتبقى المفاجأة لماذا خرج بهذه التصريح في هذا الوقت الحساس. أتحول مرة أخرى إلى حسين ياسين، كما أشرنا في البداية هذه ليخرج فيها